يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من يكون بينه وبين جاره سوء تفاهم، هل من يكون بينه وبين جاره سوء تفاهم وحصل بينهم زعل وغضب، المشكلة أن أحدهم يسلم والآخر لا يرد السلام عليه، فهل يأثم الجميع بهذا؟ لا، اللي يسلم هذا تبرأ ذمته، والذي لا يرد السلام هذا يأثم، ترك واجب عليه، ترك واجبا عليه وترك المصالحة، فيكون الإثم عليه. أما الذي يسلم فهذا أدى ما عليه. نعم.